باش نحكيو مع بعضنا على مشكل موجود في منزل محطة في سيدي بوعلي. شنية الحكاية في سيدي بوعلي؟ فما كار وحيدة تمشي للمنطقة هذيك. باش نعرفو أكثر تفاصيل معانا السيد خالد جراي رئيس إقليم شركة النقل بالساحل. نهارك سعيد سي خالد. مرحبا بختي. مرحبا بكم. مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات الجميع. مرحبا بختي. يخليك سيدي. صيفك مبروك ان شاء الله رغم درجات الحرارة العالية هذه. ان شاء الله يكون صيف مبروك سعيد عليكم. اذا بيا انا كنسمعك تشكيات بعض المواطنين. اللهم امين. ان شاء الله يا ربي نسمعك تشكيات بعض المواطنين على الكيران فيها سخانة هذه. مع نجمة الصيف تحلى الصبحية. بسم الله الرحمن الرحيم. على ذكر الجلسة اللي حكينا عليها اليوم المستثير مع سيد المعتمد تاع سيدي بوعلي. سيد المعتمد سيدي بوعلي مشاهد فيها كلمناه بالتليفون قال لنا اني ما نجمش نفض المشكلة هكا مرة نمشيو نحكيو مع السياس تاع نور السياس. قلنا له انت مسؤول في الدولة رمو انت فض المشكلة اني ما نقعدش في كونتاكت مع السياس باش نفضليش. قلت لي احنا نمشيو عليك ونجيو طبعا عاملين. قلنا له راه مش نولي نساعدوا علاش نقعدوا نسكروا في الطريق ولا نعملوا شي كذا باش تقعد لنا مناوشات مع الامن ولا حاجة في جرة مثلا قرار هذا غلط. انت مسؤول انت في مسؤوليتك انت خذ حل. قال هو قال لا هذا يا سيد معتمد سيدي بوعلي. اما انا ماذا بين انت تقول ايه سي خالد الجراي رئيس اقليم شركه النقل بالساحل؟ شنو هي حكايه الكار الوحيده اللي تمشي المنزل المحطه في سيدي بوعلي؟ لا لا على ذكر كلمه سيد المعتمد قال لا ما هو صحيح. وسيد المعتمد اتصل بي اي وعين جلسه عمل اليوم انعقدت في مقر الإدارة بإقليم سوسة. هذه اللي كان مفروض تصير البارح جلسة؟ لا احنا ما عدناش علم بالجلسة. سيد المعتمد تكلمني وخذينا حتى ثم مواطن يظهر لي هو السيد اللي كان مكتوى كلمني يعني فرسان وقلت له خوي تفضل المكتب محلول ونشوف ونلقاه صيغة إن شاء الله. وعلى أثر المكالمة هذيك كلمني سيد المعتمد وبرمزنا جلسة عمل نعقدت اليوم أي؟ حضرها السيد المعتمد وبالإضافة بطبيعة الممثلين الشركة وحضرها ممثلين على المجتمع المدني وإلا ممثلين على متساكنين منطقة منزل المحطة للنظر في إمكانية إضافة صفرة مسائية تنطلق من مدينة سوسة في اتجاه منطقتي منزل المحطة والمهب. وبعد التشاور تم الاتفاق أن مش نضيفوا لهم صفرة تخص التوقيت الصيفي البريود نتاع جويلية وأوت تنطلق مضي ثلاثة نتاع العشية بطلب منهم هم الحد بالتوقيت تنطلق مضي ثلاثة نتاع العشية من مدينة سوسة في اتجاه المنطقتين اللي سميناهم اللي هما منزل المحطة والمهاب. وسيتم الشروع في تأمين السفرة إن شاء الله انطلاقا من يوم الاثنين 9 جويلية 2018. هما والله يعطيهم الصحة متساكني منزل المحطة في سيدي بوعلي رضاو بسفرتين فقط الحقيقة. سي خالد جراي رئيس إقليم شركة النقل بالساحل ما تشوفش اللي هو شوية إجحاف في حقهم شوية ظلم؟ نحكيو على صيف نحكيو على تفرهيد نحكيو على ناس تهبط آخر العشية باش تتمشى في سوسة احنا نحكم عليهم اللي هما يدخلوا المنزل المحطة الأربعة متاع العشية وما عادش يخرجوا منها. هذا معقول؟ لا 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 يا أختي ما هوش هو هذا هذا المطلب الأساسي نتاعهم. طلبوا سفرات أخرى ولكن بالنسبة لنا التوقيت حددوه أنت مثلا طلبوا تحديد سفرة السبعة انطلاقا من منزل المحطة. احنا قلنا لهم عدنا 6:15 فما سفرة 6:15 6:15 متاع الصباح هذا 6:15 متاع الصباح اي راهو فما توا في ظل النقص نتاع الإمكانيات ما نجموش نوفروا زوج حافلات تقريبا يخرجوا بيناتهم ساعة ربع. إذا كان تتفقوا أنه يصير بتلاش نتاع 6:15 تصبح 6:30 بالطريقة ذيك نجموا نلبي الطلبات نتاع 6:15 وطلبات الناس اللي باش تنقل السبعة من منطقة نتاع منزل المحطة. وفما طلب آخر يخص التنقل للبحر نهار الأحد. العلم أنه الطلب هذا تم تلبيته ومستعدين ننجو اللبيو على شرط انه ما يصيرش كيما عام الاول. سخرنا كار باش تهز اهالي منزل محطة للبحر وفي الاخر بالكل بحضور السيد معتمد نفسه نلقاو جزء من الناس مش يطلعوا في الكار. والله حتى يطلع واحد برك في الكار سي رئيس اقليم شركة نقل بالساحل خالد جراي يزي على خاطر هو يدفع في الاداء راهو باش هو ياخذ الكار العمومي. يا اختي كذا راهو فما مرفق عمومي ثم مرفق عمومي تكلفة وعنده ناس نجم تخروها مرفق عمومي يعمل ريكوريتمان وقت اللي فما عبيد خارجة كونجيات في الصيف
توا حطيت انت اصبعك على الدائر. بالنسبه للريكريتمون ان شاء الله في قريب قادم الايام ان شاء الله الانتدابات نتاع السواق والقباض تكون جاهزه، بما انهم توا في المرحله الاجتازه والمرحله الاخيره نتاع الكونكور، وبناء على هذاك ان شاء الله العديد من الطلبات بما فيهم طلبات منزل المحطه ان شاء الله نستجيبوا الاغلب ان شاء الله. معناها في المستوى القريب قديش هما من سفرة تخرج من منزل المحطة حاليا؟ ما تم الاتفاق عليه والملح برشا وهما بيجي مخرجوا فرحانين ورضاوا بالسفرة هذه، هي ماضي ثلاثة توقيت صيفي تخرج من سوسة الكار، تخرج من سوسة في اتجاه منطقتين منزل المحطة والبهادبة، وعلى أن تولي خمسة الربع في التوقيت الشتوي به. وفما سفرة وحيدة نهار لحد، السفرة الوحيدة دين هل حد تجيبهم وتروح بيهم ولا كيفاش؟ السفرة هذيك هما اللي باش يحددوها. بالنسبة للبحر احنا جاهزين نوفروا الحافلة موجودة غد تمشي، ومشيت عملاول وما لقات، هما انفسهم يشهدوا اللي عملاول زوز من الناس هكا هو عبر. تقول لي اخطانا من عدد الاشخاص يا خالد جراي، انا وياك مانيش متفاهمين فيها النقطة، على خاطر هذايا ملكية عمومية وحقه العبد الوحيد كي يحب يهبط البحر يلقى الدولة حطت له كار باش يهبط البحر، احنا مانيش متفاهمين على عدد، ينجموا يجيو واحد كما ينجموا يجيو 20. انا ماذا بيا نفهم من عندك سيد الفاضل يعيشك يبارك لك، خليني نكمل السؤال. وقت اللي انتم فما مرفق عمومي زادة ما تنجمش تتأخر حافلة شوفور وخلاص وعلى مواطن وإلا ذول، ما نقصوا عليهم الأداء سيدي خويا، على خاطر هم يدفعوا في أداءات ومن ضمن الأداءات الفلوس اللي ماشية للمرافق العمومية للنقل. الحافلة موجودة أختي أبرتير من نهار لحد تنجم نجمو نوفرها مع الناس حتى مشكلة. تجي من منزل محطة ووقتاش ترجع؟ وقتاش تجي ووقتاش ترجع هالحافلة؟ لا موجود البحر ينجم يكونوا غير سبعة متاع الصباح موجودة بحذاء، موجودة تتوفر، موجودة سبعة متاع الصباح كل الناس اللي ماشي للبحر. وفيلم الرواح وقتش يروحوا؟ روحوا به الوقت اللي يكونوا موجودين، الحافلة موجودة ومبرمجوا لهم سفرات باش نجوهم من المحطة. أنا نحب بعض، ما تنجمش تقول لي كانهم موجودين، معناها نهار حد هذايا سي خالد جراي يجيو ثلاثة من الناس يعيشك يفضلك، خليني نكمل سؤالي ما غير ما نتشنجوا. نهار لحد هذايا يهبطوا مثلا نقولوا احنا سبعة من الناس من منزل محطة باش يبحروا، جاو في الكار متاع السبعة متاع العشية، من بعد اش يعملوا؟ يمشيوا للاستياس اللي هي اللي متاع سبعة متاع الصباح، اي جاو في الكار متاع السبعة متاع الصباح كملوا بحروا، يحبوا يروحوا الخمسة متاع العشية اش يعملوا؟ يمشيوا قدام الاستياس اللي هي مسكرة. شكرا لاستخدامنا، في انتظار اللي احنا نرجع ناخذوا الاجابه من عنده هو الحقيقه. بقيت نص السؤال اللي انا نستناك سيدي، انا متاكده اللي انت تسمع فيه هو الليكيب اللي مسؤول على الاتصال في الاستياس قاعد يسمع، نوجه له تحيه كبيره برشا.